من الخدمه انا وبنتي خاطر نخدم في نفس المكتب هذا، نلقوا كهرباء قدام الدار تستنى فينا، جو زوز باللباس المدني قالوا لي انت فلان الفلاني، هو قالوا لي حاجتنا بيك تمشي معنا المنطقه، مجرد اسئله روتينيه بسيطه وتروح. مشيت شنو هي الحكايه؟ قالوا لي راه عندك شيك. شنو يعطيني الشيك وشنو هي الصفه وش فيه وكذا؟ خلينا ثم انسان عنده شيك ما يحبش يسوي وضعيته اعطيني خليه. قال لي لا هذه من مشمولات وكاله الجمهوريه وحنا هنا في الانتظار اش تقرر هي، اما نسيبوك والا نحتفظوا بيك. العمليه هذه دامت تقريبا ما بين 10 ل 15 دقيقه. بعدين جبدوا لي رسوم كاريكاتوريه، اربع رسوم، وبدوا في التحقيق، يجبدوا بالرسم بالرسم، اسئله على الرمزيه نتاع الرسم، على الشهادي والابعاد والتاويلات، وكلها متمحوره حول رئيس الحكومه. في قدام صار على ثلاثة مكاتب، هذا المكتب الأول، بعد مشيت المكتب آخر يظهر لي فيه رئيس المركز واصلوا بنفس الطريقة، وتخلل ذلك عدة أسئلة على المسيرة متاعي، عماش خذيت البكالوري، وين قريت، اتجاهك السياسي، تشرب ولا ما تشربش، تصلي ولا ما تصليش، مرت تلبس الخمار ولا ما تلبسش. ورجعوا لي للرسوم الكاريكاتوريه، اشكون تقصد؟ وشنو هي المغزى؟ الى اخره. المكتب الثالث والاخير هو اللي كتب، هو هذا الاخراني هو اللي عمل الاسئله وفي نفس الوقت عمل المحضر نتاع البحث. اللي هو حسيت فيه اللي هناك استدراج. خاطر تم الطريقه نتاع الاسئله فيها استدراج، يحب يوصل للحاجه اللي هو كتبها في اخر المطاف. حرفيا وكأني انا قلت لقد تعمدت الإساءة الى رئيس الحكومة. اول حاجة نشوف انه محاكمة توفيق عمران رسام الكاريكاتير هو فصل جديد من فصول انتهاك حرية التعبير في تونس، حتى الصحافة الناقدة والرسوم الإبداعية اصبحت تزعج السلطة والسلطة لا تقبلها وتقوم بهرسلة من يقومون بذلك. كذلك هي فصل من جديد في فصول ضرب حرية التعبير، لانه العدد الذي سجلته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يفوق العشرين صحفي يتم التحقيق معهم على خلفية اعمال صحفية، على خلفية اراء، هذا دون اعتبار لبقية الناشطين في المجتمع المدني الذين يحاكمون يوميا ايضا على خلفيه مواقفهم السياسيه او المدنيه المخالفه للسلطه. اليوم للاسف نجد ان التوجه للسلطه الحاليه هو ضرب حريه التعبير في تونس، هو التضييق على حريه الصحافه، هو هرسله الصحفيين وتخويف الراي العام وتخويف المواطنين التونسيين من خلال مثل هذه القضايا، ولا يمكن ان نؤسس لديمقراطيه دون حريه التعبير. هذه اول مره انا يتم استدعائي عن كاريكاتير. في مسيرتي هذه المرة الأولى. وما هو الموضوع؟ رئيس الحكومة الحالي كاكوردو عملت رسوم على الرئيس قيس سعيد لم يتم استدعاء، عملت رسوم على الوزراء أو رؤساء الحكومات اللي هو سماهم ابتداء بالفخفاخ، المشيش، بودن، لم يتم استدعاء. تم استدعائي فقط إلا في فترة هالرئيس هذا.